طبعا مركز غسيل الكلى يقدم خدمة لمرضى الفشل الكلوي والذين يأتون من المحافظة المجاورة لحق وابين والضالع. المركز هذا يعاني من ضغط شديد في زيادة عدد الحالات اليومية، غير الناس اللي هم عندهم مواعيد غسيل. طبعا عشان نوفر لهؤلاء المرضى غسيل آمن لابد من توفير مواد الغسيل. طبعا هناك اتفاقية بيننا وبين المؤسسة الاقتصادية اليمنية بتموين المركز السنوي، وفوجئنا بأن طلبيتنا لهذا الفصل قد تم حجزها من قبل ميليشيات الحوثة في منذ أمس، ونحن نحاول لحد الآن بالإفراج عن هذه الشحنة حتى يتسنى لنا تقديم الخدمة لهؤلاء الناس. ما لم فسوف نحن نضطر آسفين لإغلاق المركز، وسوف يكون مصير هؤلاء المرضى مجهول، وحتما سيتعرض الكثير منهم لحالات الوفاة إن لم نستطع عمل لهم غسيل كلوي. شكرا.